طيب بسم الله، نكمل بقى الاو اس اي موديل. شفنا لاير 7 بنكتب فيها الداتا، لاير 6 بنجهزها نشفرها نضغطها نعمل لها انكودنج، سيشن هندي امر بارسالها يستلمها بقى يا التي سي بي يا اليو دي بي، وعرفنا الفروقات اللي ايه اللي ما بينهم، وشفنا بعض البروتوكولز في منها اللي بيستخدم تي سي بي وفي منها اللي بيستخدم يو دي بي. ننزل بقى على احنا كده وصلنا لحد الجزء ده. طيب بسم الله، انا افترض دلوقتي ان انت جهزت او كتبت داتا مضمونها ايه؟ هالو احمد هاو ار يو. لو فرضا الجمله اللي انت كاتبها دي كبيره يبقى هناخد حته منها اللي هي مين بقى لوحدها؟ هالو اتفضل. سلام ميل عامل ايه؟ تمام. هناخد قطعه من الداتا، ها يبقى احنا هناخد دلوقتي هالو مثلا، وبعدين نبدا نحط لها بيانات بقى سؤال حسب مين اللي استلم الهالو ديت. فرضا اللي استلمها كان اليو دي بي، يبقى ساعتها بص بقى هيحط لها ايه؟ هيحط لها سورس بورت، البورت اللي استلم منه الجملة دي حسب هو استلم من انهي ابلكيشن، ديستنيشن بورت البورت اللي هيسلمه استلمت من انهي ابلكيشن، وهسلم الناحية التانية انهي ابلكيشن. ممكن تكون استلمت مثلا من دي ان اس كلاينت وهتسلم دي ان اس سيرفر، استلمت من اتش تي تي بي كلاينت وهتسلم اتش تي تي بي سيرفر، وهكذا. طيب وبيحط ايه كمان؟ حاجه اسمها تشيك سم، وبيحط هنا حاجه اسمها لينس. اللينس ده عباره عن ايه؟ الاجمالي حجم البتاعه دي كلها قد ايه؟ يعني بعرف الشخص اللي هيستلم ان انت من اول ما تقرا هنا ان شاء الله حضرتك هتقرا عدد اصفار وحايد حجمهم كذا، عشان يعرف كده ان بعد ما يقراهم كده يبقى القطعه بتاعتنا دي خلصت كلها. الجزء بقى اللي بيحطه اليو دي بي ده سورس بورت وديستنيشن بورت وتشيك سام ولينس حجمه قد ايه؟ 8 بايت. بيقولوا عليهم ايه بقى؟ بيقولوا عليهم يو دي بي هيدر. ده الهيدر، هيد دي يعني حاجه في المقدمه كده، يقوم جاي واخد كل قطعه يحط لها الحاجات دي، القطعه اللي بعدها الحاجات اللي بعدها وهكذا. طيب بيسموا بقى القطعه من الداتا الحته اللي انت خدتها ببورتاتها بالتشيك سام باللينس اللي جهزتها اليو دي بي بيسموها داتا جرام. دي مصطلحات لازم تبقى عارفها، داتا جرام. حتى احنا هنشوف لما نحط لها اي بهات هيبقى اسمها باكيت، لما نحط لها مكات هيبقى اسمها فريم. لا اليو دي بي لما بيستلم قطعه من الداتا ويحط لها شويه الحاجات دي بيسموها داتا جرام، والجزء الزياده اللي هو حاطه بيسموه يو دي بي هيدر. ده لو اليو دي بي هو اللي استلم. طب بص بقى لو هالو ديت استلمها مين بقى؟ الدي سي بي. في حاجات مشتركه مش اسمها سيجمنت في الدي سي بي، اسمها سيجمنت، لكن في اليو دي بي اسمها داتا جرام، دي سي بي اسمها سيجمنت. اوريك انا سكرين شوتس فيها الجزئيه دي. تمام، احنا متعودين دايما على سيجمنت، يمكن داتا جرام ما عدتش على كتير من الناس. تمام، هيحط ايه بقى حضرتك الراجل ده؟ هيحط ايه؟ سورس بورت ديستنيشن بورت، وبيحط تشيك سم، وفي بقى حاجات زياده اليو دي بي ما كانش بيحطها. بنحتاج بقى نحط ايه؟ اك، صح كده؟ وفي عندنا ويندو، وفي عندنا ايه كمان؟ مثلا سيكونس نمبر، وافكركم كان في حاجه اسمها جديده اسمها سيلكتيف. كل الحاجات دي احنا شرحناها المره اللي اك، صح كده؟ وممكن تلاقي شويه فلاجز كده حتى قلناهم في اخر المحاضره اللي فاتت، اللي هي بقى فين، اللي هي ممكن تبقى بزيرو واحد، مثلا سن ممكن تبقى زيرو واحد، ايه تاني؟ اك ممكن تبقى بزيرو واحد،
عندك ايه تاني لو تفتكروا؟ اخدنا بوش، اخدنا ريسيت، وهكذا اهو. تعالى كده عشان لو انا نسيت حاجه منهم. فين سين واك؟ سين واك وفين كده فاضل ايه؟ ارجنت، صح كده؟ يبقى كده فاضل ارجنت، دي من الحاجات اللي انا ممكن احتاج احطها ارجنت عشان اقول مهمه ولا مش مهمه. في اوبشنز بقى، ها اوبشنز زي ايه؟ كيب الايف، لو انا عايز احافظ على سيشن مفتوحه ما بيني وبين شخص تاني اهو. اوبشنز دي برضو قلناها في الاخر. عندك الكيب الايف، عندك الويندو سكيلينج، عندك الاي سي ان، تايم ستامب، شويه اوبشنز كده بتتحط من ضمنهم السلكتيف اك. نرجع تاني، يبقى انت عندك السلكتيف اك مع شويه حاجات دي كده بيسموها ايه؟ بيسموها كلها على بعض كده ايه؟ لاحظ حاجه، لاحظ ان تي سي بي مكلكع، كل حته هياخدها يحط لها ايه؟ الكلكعه اللي انت شايفها دي كلها. الجزء بقى المكلكع اللي هو حاطه ده هيسموه تي سي بي، ها هنا صح كده؟ حجمه قد ايه ده بقى؟ الطبيعي في معظم الحالات بيبقى 20 بايت. طبعا لاحظ اكبر من ده بكتير. ولو سيادتك استخدمت الاوبشنز اللي هي الكيب الايف والسلكتيف اك والكلام ده كله ممكن يوصل بالاوبشنز ل 40 بايت، لكن عاده يعني الاكثر استخداما ان هو بيبقى ايه؟ بس الكلام ده معناه ان الجزء بتاع الهيدر ده ايه؟ فاريبل، ملوش قيمه ثابته. يعني بص الهيدر بتاع اليو دي بي فيكس ثابت ستاتيك، انما هنا ممكن يبقى 20 ممكن يبقى اكتر، الماكسيمم بتاعه 40. عشان كده تلاقي من ضمن الخانات اللي موجوده هنا حاجه اسمها ايه؟ هيدر لينس. بعرف اللي هيستلم اقول له خلي بالك انا تي سي بي حطيت هيدر حجمه مفترض بقى تراوح من 20 ليها ل 40، عشان هو يعرف بعد ما يقرا الهيدر ده او يعرف امتى ينتهي الهيدر ويبدا بعده ايه بقى؟ ها الجمله نفسها اللي هو اصلا كل الهدف من الليله دي كلها ان احنا نوصل الايه؟ البتاع ده. اي سؤال لحد دلوقتي؟ هو اللينس في اليو دي بي كان ايه؟ اللينس بيديك حجم القطعه كلها تمام؟ هنا برضه هيبقى فيه بالهالو صح ولا من غير هالو؟ بالهالو كلها، عشان مش احنا قلنا بيقطع ده الحتت؟ الحتت دي هيبقى احجامها مختلفة، مش شرط يقطع الحتت كلها زي بعض تمام؟ فأنا برضه هنا هحتاج اللينس واحتاج بقى إيه؟ الهيدر لللينس نفسه، اللينس للهيدر نفسه، عشان أعرف إمتى الهيدر ده، أنا عارف هنا إن بعد 8 بايت تبدأ إيه؟ تبدأ الرسالة. إنما هنا أنا ما أعرفش بعد كام 0 و1 هتبدأ الرسالة. فلازم الدي سي بي يحط لي يعرفني بيه خلي بالك الهيدر اللي هتقراه حجمه قد كده، وبعد ما يخلص عدد الاصفار الواحد دي تخلص بعدها تبدا تقرا حضرتك الايه؟ الرساله. اي سؤال لحد دلوقتي؟ دي كده بيسموها سيجمنت. تعالوا كده نروح للاجنده. يبقى احنا كده شفنا الهيدر الطبيعي بيبقى ايه؟ 20 بايت من غير الاوبشن يوصل ل 80 بايت. التي سي بي بيسموها سيجمنت، في اليو دي بي بيسموها داتا جرام. لو احنا فتحنا هنا تي سي بي، بص هتلاقي حتى مصطلح الداتا جرام ده الحته اهي بتاعت السيكونس نمبر اللي هو بيتحط بايه؟ بالحجم، مش 1 2 3 4 اهي بالحجم. الويندو سكيلنج اللي انا قلت لك عليها، انا ده واخد سكرين شوت قلت لك اللي هي بتبقى ملتبلاي بيضرب، يعني الويندو سايز بيضربها عشان ايه؟ اعرف اللي قدامي السرعه. ابص بيسموها ايه؟ يو دي بي داتا جرام. دي تي سي بي ايه بقى؟ سيجمنت. جايبها لك اهو بتفاصيلها كلها. دي 20 ده الطبيعي ممكن توصل ل 40، والثانيه دي ايه؟ والثانيه دي 8. اي سؤال لحد دلوقتي؟ نرجع تاني للاجنده. طب ايه بقى؟ احنا كده يعتبر خلصنا معظم اللي يهمنا في لير، من اول لير 7 لحد لير كام؟ لحد لير 4.
ايه المشاكل اللي ممكن تحصل بقى بسبب لاير 7 او لاير 4؟ ايه المشاكل؟ والله ممكن بص يبقى ايه الوضع، ممكن يكون في جهازين مش قادرين يتكلموا مع بعض. مش قادرين يتكلموا مع بعض ليه؟ مفترض انت محتاج ابلكيشن يعمل ايه، تكتب من خلاله الرساله اللي انت عايز تبعتها وتتجهز وتدي امر بايه بارسالها، والناحيه الثانيه يكون في نفس الايه الابلكيشن اللي هيستقبل. ممكن حضرتك يكون الابلكيشن اللي انت مسطبه ده بايظ، في مشكله في البرمجه بتاعته، ده ابلكيشن شخص هو اللي بيعمله. دي بقى مش بتاعتنا احنا، دي مش تخصصنا احنا. يعني لو المشكله في الابلكيشن اللي بيبعت او بيستقبل الداتا هو اللي بايظ، روح بقى للايه اللي اخترع الابلكيشن ده، او شوف مين اللي مسؤول عن اللي انت ممكن يبقى ابلكيشن انت اصلا ما تعرفش الابلكيشن ده بيشتغل ازاي ولا ليك علاقه بيه، انت ليك ان ايه في شخص معين في الشركه بيستخدمه، فانت انت وظيفتك الاي تي انت تسطبه له، ها، وتشوف ايه المشاكل بتاعته وتحلها له. لو هو محتاج مثلا ابديت لحاجه معينه، محتاج انت اللي هتفهم الحاجات دي، ناقص مثلا حاجه اسمها نيت فريم ورك لازم تتسطب عشان البرنامج ده يتسطب، لكن احنا مالناش علاقه بالايه بالمشاكل اللي انت ممكن يبقى ليك علاقه. لو في مشكله في الدي اتش سي، مش الدي اتش سي ده يعتبر ابلكيشن لاير 7، انت اللي تحل مشاكل. في مشكله في الدي ان اس، ما ده يعتبر ابلكيشن. يعني مثلا احد الامثله، في هنا عندك، في هنا عندك في الكمبيوتر لو فتحت السيرفيسز، سيرفيسز هتلاقي هنا، هنا هتلاقي DHCP دي تعتبر سيرفيس. عارف لو انت جيت على السيرفيس دي ووقفتها كده، انت وقفت خدمة DHCP كلاينت على جهازك كده. جهازك لو جيت تقول له خد ايباد اوتوماتيك ما يشتغلش ابدا، ولا يطلع رساله اللي يقول فيها اي نيد كونفيجريشن. حاجه ثانيه، الدي ان اس دي انت لو وقفتها ساعتها جهازك عمره ما هيعرف يستخدم خدمه الدي ان اس، ولو عايز يعرف اي بي فيس اي بي اهو مش هيشتغل. فدي كلها مشاكل لاير 7 اهي. انت اللي يخصك منها ايه من الابلكيشنز ديت، حاجه زي ايه بقى، زي الدي ان اس، الدي اتش سي بي، تمام، وهكذا. اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى احنا مالناش علاقه بمشاكل لاير 7 قوي. اللي يهمنا ايه بقى؟ مشاكل في التي سي بي او اليو دي بي. مش لازم بقى حضرتك تتاكد لي ان التي سي بي واليو دي بي ده انستولد على الجهاز بتاعك. المفترض التي سي بي واليو دي بي دول بينزلوا مع اي نظام تشغيل، اندرويد، لينكس، ويندوز، هما بينزلوا معاهم. انت بس محتاج تتاكد ان هما فعلا انستولد. لو انت ما لقيتهمش انستولد، ده معناه ان الويندوز بتاعك نزل ناقص، ويعني ده صعب يحصل. انت لو رحت على كارت النتورك بتاعك، فين النتورك؟ تشينج ادابتر سيتنج، دبل كليك على كارت النتورك، طالما لقيت هنا مكتوب ايه، ها، اي بي فيرجن 4، تي سي بي اي بي فيرجن 4، ده معناها ايه؟ معناها ان الجهاز بتاعك نازل عليه اي بي فيرجن 4 متسطب، ونازل كمان التي سي بي، وايه كمان معاه؟ اليو دي بي برضه، هما الاثنين مع بعض. لو انت ما لقيتش دي هنا، ده معناها ان الاي بي فيرجن 4 نازل ولا التي سي بي نازل، ساعتها يبقى لازم تنزل ويندوز من جديد، ده معناها ان الويندوز نازل ناقص. ولازم تتاكد لي ان متعلم صح على الاوبشن ده. لو انا لقيت الصح هنا، انت شايف ولا ايه؟ لو انا لقيت الصح اللي هنا، ساعتها انت كده عملت ديسيبل، عملت ديسيبل للدي سي بي واليو دي بي واي بي كمان، يا فيرجن 4. اي سؤال لحد دلوقتي؟ نرجع لي الاجنده، اتاكد ان هو انستولد، اوكي كده انستولد، واتاكد ان هو متعلم عليه صح. حاجه كمان، ساعات في بعض الاجهزه، اجهزه راوتر مثلا، الراوتر ده بيطلع داتا، الداتا دي ممكن تبقى سيجمنت وممكن تبقى يا داتا جرام. مفترض بقى السيجمنت دي او الداتا جرام دي لسه هيتحط لها ايه بقى؟ يتحط لها بورتات، يتحط لها سوري اي بي هات ومكات، صح كده؟ الطبيعي لو انت شغال على ايثرنت، المفترض، والكلام ده احنا قلناه كذا مره، ان الفريم
اللي هي بقى باي بيهاتها ومكاتها وبورتاتها ما تزيدش على 1500 وكام 18. تمام. الكلام ده معناه ان الباكت ان احنا هنشوف ان في لير 2 لما بنحط مكات وبنزود 18 يبقى الباكت المفترض ما تزيدش عن 1000 وكام و500. يعني المفترض لما ان شاء الله اي بي فيرجن 4 يستلم سواء القطعه دي بالهيدر بتاعها اللي هي السيجمنت او الداتا جرام ويحط بقى السورس اي بي والديستنيشن اي بي والتشيك سام والتي تي ال المفترض ما تزيدش عن كام؟ عن 1500. طب افرض بقى اي بي فيرجن 4 لما استلم وحط الاي بيات والحاجات دي لقاها ذاتها على 1500. الكلام ده معناه ان التي سي بي او اليو دي بي طلع سيجمنت وداتا جرام اكبر من الحجم الطبيعي اللي المفترض تطلع بيه، صح كده؟ فساعتها بقى هتحصل مشكله والرساله دي بعد ما نحط لها اي بيهاتها ومكاتها نلاقيها زادت عن 1500 وكام. عشان كده انا لازم اقول ايه بقى، في كوماند لو انت شغال مثلا على راوتر سيسكو في كوماند بتكتبه تقول له بقول لك ايه، اوعى تسمح ان يطلع من عندك سيجمنت سواء بالتي سي بي او باليو دي بي حجمها زياده عن قيمه معينه، عشان لسه لما نحط لها الاي بيهات او نحط لها المكات ما تزيدش في النهايه عن 1000 كام 1518. فبص ساعات نحتاج نكتب الكوماند ده كنت في دي اقول له ايه بقى، انا اللي بهز البتاع ده، اقول له ايه بقى، بص اي بي تي سي بي مثلا ادجاست ام ام اس 1460. ام ام اس دي اختصار ايه؟ ماكسيمم سيجمنت سايز، يعني اقصى قيمه للسيجمنت اللي تطلع بالتي سي بي 1460. ليه بقى؟ لان لسه اي بي فيرجن 4 هيحط بقى اي بيهات وشغله اللي ساعات بتوصل ل 40. احنا عايزينها في النهايه ما تزيدش عن كام؟ عن 1500، صح كده؟ فعشان كده بقول له ايه؟ 1460. اي سؤال لحد دلوقتي؟ دي بعض مشاكل كده في لير 7 ولير 4 متعلقه بالتي سي بي او الاي دي. البورت نمبر بقى ناخد شويه معلومات زياده عن الايه؟ عن البورت نمبر. انت لو عندك جهاز اهو، الجهاز ده عليه ابلكيشن، الابلكيشن ده زي ما اتفقنا مع بعض وشرحنا الكلام ده زمان هيبقى ليه رقم، يعني لو ده دي اتش سي بي كلاينت هيبقى رقمه 68، وعايز تبعت داتا لابلكيشن تاني والطبيعي لو ده اللي مطلع يبقى هيسلم الناحيه الثانيه لمين؟ ل 67. ده اللي هو السورس بورت اللي هنحطه سواء ده او ده. السورس بورت ده المفترض ان هو 16 بيت، يبداوا معاك من زيرو يبقى اقصى حاجه كده 6 5 5 3 كام؟ 3 5. طيب بيتقسموا لثلاث رنجات، من زيرو ل 1023 بيسموهم الويل نون بورتس، دي بتبقى محجوزه للابلكيشنز اللي بتشتغل كسيرفرز، دي اتش سي بي سيرفر، دي ان اس سيرفر، اتش تي تي بي سيرفر، محجوزه. فمستحيل تلاقي ابلكيشن معين بيشتغل ككلاينت واخد بورت ايه؟ واخد بورت من البورتات دي، يبقى دي كده محجوزه للايه؟ للسيرفرز. وعندك ارقام ثانيه اجيب بس الرينج بتاعها، بصوا من كام؟ من 1000 من 24. لا انا مش عايز دي، انا عايز دي 49,152. وانت ايه بقى طالع لحد 6 5 5 3 5، حول كده 49,152 لحد 6 5 5 3 5. دي بيسموها افيرمال، وباين البتاع افيرمال بورتس. ايه فيرمال بورتس ديت؟ كلمه فيرمال يعني مؤقته او عابره، يعني ما بتبقاش ثابته على طول، بتتغير باستمرار. مش ثابته زي ايه؟ زي الويل نون هنا معروف ال اتش تي تي بي 80 اتش تي بي اس 4 4 3، دي حاجات محجوزه للسيرفرات. دي بقى بتستخدم للابلكيشنز اللي بتشتغل ككلاينتس
only فقط. يعني تأكد 1000000% ان انت مستحيل تلاقي ابلكيشن شغال كسيرفر واخد بورت ايه ها في الرينج ده. طب ده ايه لازمته؟ عشان حضرتك لو عندك ابلكيشن زي ايه، زي الدي ان اس، الدي ان اس كسيرفر مش باينه دي، الدي ان اس كسيرفر رقم معروف كسيرفر هيبقى من اي رينج؟ من الويل نون. لكن ككلاينت رقمه ايه؟ راندوم عشوائي. لما يجي ده يختار عشوائي، الاولويه ان هو يختار في انهي رينج؟ في الرينج اللي هو الافيرمد ده، تمام؟ يعني اول واحده طالعه مثلا يختارها 49152، طلع ريكويستات ثانيه يقعد يزود يزود يزود، لانه ضامن ان البورتس دي ما بتستخدمش الا مع اي واحد راندوم، يبقى ده كلاينت صح كده؟ اللي بيختار راندوم ده بيبقى كلاينت. فدول سيرفرز اونلي ودول ايه؟ كلاينتس اونلي. طب اللي في النص بقى اللي هما من 1024 لحد 49151 دول بيسموهم ايه؟ ريجسترد، ريجسترد بورتس. يعني دول ينفع يتم استخدامهم كسيرفر وينفع يتم استخدامهم ككلاينتس، يمشوا دول غير. مثال الار دي بي كسيرفر وككلاينت. فاكرين الار دي بي ككلاينت كام؟ 3 3 8 9. ايه ده؟ ده مش في الويل نون. طب ليه مش في الويل نون؟ عشان حضرتك تم اختراع كميه ابلكيشنز رهيبه خلصت البورتس اللي هي من زيرو لكام؟ ل 1023، وبالتالي ما بقاش فيه. طب لما نيجي ندي للابلكيشنز الجديده من مين؟ مش من دول، من انهي؟ عشان كده بيقول لك دول ريجستر، يعني ممكن ناخد واحد منه ونعمل له ريجستر مع ابلكيشن ايه؟ مع ابلكيشن جديد تم اختراعه، تمام؟ فده كده 3 8 9 واخد من دول. والله لو اخترعنا ابلكيشنز جديده طالما دول خلصوا يبقى ياخدوا منين؟ ياخدوا بس 1000000% عمرهم ما ياخدوا من مين؟ عمرهم ما ياخدوا من دول. في اي سؤال؟ طب لو بقى انا عندي بورتات ثانيه هنا ينفع استخدمها ككلاينت؟ اه عادي جدا. يعني بص الجهاز ده لو عايز يبعت حاجه لسيرفر على بورت 53 ينفع يطلعها لو هو عايز بالرينج ده، لان ده ينفع صار كلاينت، وينفع يطلعها لو هو عايز بايه؟ بس الاولويه بتبقى لمين الاول؟ لده، لانه ضامن ان ده عمره ما يعمل كونفليكت مع اي سيرفر، لان ده مستحيل يستوعب الا للايه؟ للكلاينتس بس. فبتبقى الاولويه لده. لو ده بقى خلصان ولا مش مستخدم او خلص يعني، يبدا يستخدم ايه؟ يستخدم ده. طب هل ممكن جهاز يطلع داتا ككلاينت براندوم نمبر 3 3 8 9 ككلاينت سورس؟ ها هل ممكن دي حاجه زي كده تحصل؟ ممكن. ايه ممكن؟ صح. طب افرض الجهاز ده كان شغال عليه، مش ده نفس البورت بتاع الايه؟ نفس الكونفليكت الار دي بي. المفترض ان عندك ابلكيشن طلع رساله 3 8 9، المفترض وهي راجعه بتسال على 3 8 9 تروح لمين؟ للابلكيشن ده. طب ما حضرتك ما انت عندك ابلكيشن تاني على الجهاز ده رقمه برضه كام؟ 8 9. طب ما كده يحصل ايه؟ يحصل كونفليكت. طب ازاي بقى تقول لي ان ممكن داتا تطلع ب 3 8 9 كسورس؟ ازاي ده يحصل؟ اه بص بقى هنا ايه اللي يحصل. هو صحيح الار دي بي محجوز ب 3 8 9، بس هل انت عامل انيبل لخدمه الار دي بي على الجهاز ده كسيرفر؟ هل انت مشغلها؟ مش ممكن يكون عندك ويندوز بس انت مش مشغل عليه الريموت ديسكتوب؟ ساعتها هيبقى البورت ده فيه احتمال ان هو يتم استخدامه ككلاينت ولا مفيش؟ فيه احتمال. لكن عارف لو انت جيت على جهاز الكمبيوتر بتاعك ده قمت جاي مشغل عليه الار دي بي اوتوماتيك في فايل كده موجود في مكان ما في السي، الفايل ده متسجل جواه ارقام البورتات اللي ممنوع تستخدم كايه؟ ككلاينت. اكيد هيبقى فيه البورتات اللي هي من 0 لكام؟ ل 1023.
بس ما بيبقاش فيه ولا دول ولا دول. الا اذا سيادتك جيت سطبت على جهازك ابلكيشن ما او شغلت على جهازك ابلكيشن زي اللي هي ار دي بي، يقوم اللي يحصل يقوم الويندوز عامل ريجستر، عشان كده بيسموها ايه ريجستر، ريجستر لهذا البورت داخل هذا الايه الفايل، فيبقى الفايل ده ممنوع يتم استخدامه كايه ككلاينت. انا كده بقى كجهاز عارف ايه البورتات اللي مسموح لي استخدمها ككلاينت. افرض سيادتك كنت جاي على الجهاز ده مسطب ابلكيشن معين بتحتاجه في شغلك، البورت نمبر بتاعه 5000، يبقى المفترض ممنوع اي كلاينت يطلع رساله براندوم بورت كام؟ 5000. الجهاز هيعرف منين؟ حضرتك اول ما تسطب هذا الابلكيشن اللي البورت نمبر بتاعه 5000 اللي هو في انهي رينج ريجستر، يقوم جاي الويندوز عامل ريجستر لهذا الرقم جوه هذا الايه الفايل، فالويندوز بيبقى عارف من هذا الفايل ها ايه البورتات اللي ممنوع يستخدمها كايه ككلاينت. وطبعا الويندوز عارف ان مستحيل تكون البورتات دي مستخدمه كايه ككلاينت، فعشان كده بيبقى الاولويه للبورتات اللي تحت دي. ساعات بقى تحصل مشكله في موضوع البورتات ده، ايه المشكله ديت؟ بص يا سيدي، ساعات انا مثلا يبقى عندي جهاز سطبت عليه برنامج اللي هو تي اف تي بي سيرفر، ده بيخليه يشتغل تي اف تي بي سيرفر، في برنامج اسمه تي اف تي بي دي 32، ده يخلي الجهاز يشتغل تي اف تي بي سيرفر، ومعروف ان تي اف تي بي سيرفر البورت نمبر بتاعه كام؟ 69، تمام كده. ده طبعا من ايه؟ من الويل نون بورتس. وعملت للسيرفيس بتاعت الابلكيشن ده ستارت، شغلتها تمام كده، كده بقى في على الجهاز ده ابلكيشن اوريدي شغال البورت نمبر بتاعه كام؟ 69. في برامج ثانيه بتقدر تشتغل تي اف تي بي سيرفر، زي مثلا في برنامج اسمه سولار ويند تي اف تي بي سيرفر، عارف لو سيادتك حاولت تسطبه وتيجي تعمل ستارت للسيرفيس بتاعته يقول لك ايه؟ اسف البورت نمبر ده ايه؟ دي مشكله كده في لاير كام بقى؟ مشكله في لاير 4، في كونفليكت في او ممكن تعتبرها في لاير 7، لان في تو ابلكيشنز بنفس الايه؟ بنفس الرقم، فما ينفعش كده كده التي سي بي اللي هيستلم او هيحط كام؟ هيحط ده ولا ده ولا ايه بالظبط؟ فكده في كونفليكت في رقم تو ابلكيشنز مسطبهم على الجهاز بتاعك، اذا ما ينفعش تو ابلكيشنز يشتغلوا على الجهاز بنفس الايه؟ بنفس الرقم. يا ساعتها بقى حضرتك وقف ده واعمل ايه وشغل ده. اي سؤال لحد دلوقتي؟ برضو من ضمن الحاجات اللي بالمره تعرفوها ساعات كده، مثلا لو انت جيت على جهازك سطبت عليه، عارفين برنامج نت سبورت؟ نت سبورت اللي هو بتستخدمه عشان تتحكم في الاجهزه، انت كده هتنزل على الاجهزه دي نت سبورت ايه؟ ده هيبقى المانجر وده هيبقى ايه؟ كلاينت، تمام كده؟ لما انت بتيجي على اجهزه نت سبورت سبورت كلاينت، مش الكلاينت ده ابلكيشن حد مختاره، مش اكيد هيبقى ليه سورس بورت وديستنيشن ايه؟ ديستنيشن بورت خاصين بيه. والله ككلاينت بقى لما بتسطب انت الابلكيشن ده بيقوم جاي مختار لنفسه رقم عشوائي، بس في انهي رينج بقى؟ الاولويه لايه؟ للافيرمر. هتلاقي مثلا ايه لو انت جيت تفتح السيتنج بتاعت النت سبورت كلاينت ده، بيقول لك ايه ان البورت نمبر اللي هو شغال بيه تلاقي جايب لك رقم في الخمسينات الف والستينات الف وهكذا، بيحاول يبعد على قد ما يقدر عن ايه؟ عن الجزء اللي في النص ده. يعني الكلاينت ما يستخدمش ده الا اذا كان مضطر، والسيرفر برضو بيبقى مضطر يستخدم ده لان دول ايه؟ دول خلصوا. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ تعالوا كده نشوف ايه اللي ناقصنا هنا. بالمره، هل ممكن تلاقي رساله سواء يو دي بي او تي سي بي، وعاده يو دي بي يعني السورس بورت بتاعها بزيرو؟ معناها ايه دي؟ يعني الديستنيشن بورت برقم، ايه ده؟ يعني انت رايح تكلم ابلكيشن معين موجود على جهاز، اصحى رايح تكلم ابلكيشن معين موجود على جهاز، مش مفترض الابلكيشن ده لو شغال سيرفر ممكن اكون شغال كلاينت، يبقى المفترض لما انا اكلمه يرد ايه؟ يرد عليا، يبقى لازم هو يكون ليه رقم الابلكيشن بتاعه وانا ليا ايه؟ رقم، وانا ليا رقم. ها
هل ممكن يبقى بزيرو سور سبورت يبقى بزيرو؟ حاجه زي دي تفتكر ممكن تحصل في انهي سيناريو؟ مش بقول لك إيه، مش بقول لك على اسم ابلكيشن معين، بس ممكن تحصل في انهي سيناريو؟ ده لو انا سيرفر، لا انا سيرفر هكلم الكلاينت والكلاينت هيرد عليا. مش فاهم تاني سوري. هل ممكن تلاقي رساله السورس بورت بتاعها بزيرو وانا طالع منين؟ من سيرفر ولا طالع من اي جهاز؟ هتطلع من السيرفر لو ممكن السيرفر بيشتغل هيبعت. طب هو السيرفر ده مش رايح اكيد يكلم كلاينت والكلاينت ده عليه ابلكيشن ليها رقم، ازاي تطلع بزيرو؟ مش الويب نون بورتس للسيرفرات دي من 25 انت قصدك يعني؟ لا بص، انت احنا هنا لو بنتكلم على ابلكيشن رقم زيرو ده موضوع تاني، لكن رقم زيرو ده مفيش ابلكيشن رقم زيرو، انا دورت فمفيش، اعتبره من واحد يعني، بس هو محبوس لحد 23. هل بقى زيرو يعني ايه؟ يعني مش محتاج بورت نمبر. يعني كده كاني بقول ايه في الرساله دي؟ انا محتاج احط ديستنيشن بورت بس مش محتاج سورس بورت. انت عارف عامل شبه ايه؟ لو انت هتبعت جواب لواحد على رقم عنوان رقم شقته هو مش ناوي يرد عليك، فمش محتاج تحط في الجواب اللي انت بعته له رقم الشقه ايه؟ الشقه بتاعتك، لان اصلا الرساله دي هتبقى ايه؟ وان واي اتجاه واحد، ومش مستني منه تاكيد ولا يقول لي وصلت ولا ما وصلتش ولا اي حاجه من دي. ده بيحصل مع الابلكيشن اللي بتبقى وان واي. يعني مثلا في ابلكيشن هنتكلم عليه اسمه نت فلو. ده بيبقى ايه؟ جهاز بيبقى فيه انترفيس مطلوب منه اي حاجه طالعه له او داخله له او طالعه له يبعت نسخه منها لسيرفر معين. فهو بقى اي حاجه بتجي له جاي بعت نسخه منها، مش مستني بقى السيرفر يقول له وصلت ولا ما وصلتش ولا ايه تفاصيلها بالظبط. وعاده هيبقى الموضوع ده ايه بقى؟ يو دي بي، لان احنا عارفين في الدي سي بي لازم يرد عليا باك ومتاكد ان هي وصلت ومش عارف ايه، ولو ما وصلتش بقى ابعتها له تاني. فممكن تلاقي ابلكيشن عاده هيكون يو دي بي السورس بورد. ده سيناريو ممكن نشوفه في حاجه زي الايه؟ النت فلو. في اي سؤال؟ يعني لو ابلكيشن وان واي يبقى انا مش محتاج سورس بورد في ايه؟ سورس بورد في حاجه، يكفيني ان انا احط ديستنيشن بورد. هل ممكن تلاقي السورس بورد هو الديستنيشن بورد؟ حصلت معانا وشفناها مع الريب 520 سورس 520 ايه؟ ديستنيشن. الكلام ده بيحصل في الابلكيشنز اللي ما بتشتغلش كلاينت سيرفر او معاه، يعني هو ايه؟ تو راوتر شغال عليهم الريب. ده بيبعت ده ابديت وده بيبعت ده ابديت، مفيش واحد منهم سيرفر والتاني كلاينت، مش واحد كلاينت والتاني سيرفر معاه. فتلاقي رقم البورت ايه؟ سيرفر. هو حتى انت برضه لو تفتكروا النت بايوس، فاكرين النت بايوس اللي انا ببعت لو انا مثلا عايز ابنج على بي سي 1، مش المفترض ابعت رساله اقول يا جماعه اللي فيه بي سي 1 يرد عليا؟ تمام كده؟ ساعتها انت لو تعمقت يعني في البايس تلاقي السورس بورت هو الديستنيشن بورت، مش عارف 100 حاجه و30 باين ولا كام. السورس بورت هو الديستنيشن بورت، فانت عادي ممكن تلاقي السورس بورت هو الديستنيشن بورت، ممكن تلاقي السورس بورت بزيرو ديستنيشن بورت برقم. وشفنا بقى امتى لو سيرفر بيستخدم عليه بورتات كلاينتس دي محجوز له البورتات ديت، ريجستر دي ممكن تمشي سيرفر وممكن تمشي ايه؟ تمشي كلاينت. اي سؤال كده؟ اوكي نروح للاجنده بتاعتنا. شفنا الرقم اهو 16 بيت، دول الويل نون سيرفرز اونلي، دول ممكن يمشوا سيرفر وكلاينت، دول كلاينت اونلي. مثال اهو على حاجه ممكن يبقى السورس بورت بتاعها بزيرو. في بقى حاجه اسمها سوكت نمبر. ايه السوكت نمبر ده؟ ده عبارة عن رقم ميكس ما بين الاي بي والبورت. يعني بصوا كده، لو انا عندي رسالة طالعة البورت نمبر بتاعها مثلا هنا 1024، لسه احنا هنحط لها بعد كده ايه؟ اي بي. يبقى السوكت نمبر بتاع الرسالة دي هو عبارة عن الاي بي بتاعها والبورت بتاعها اللي هي طالعة بيه. تمام؟ السورس سوكت اللي هي طالعه بيه، الديستنيشن سوكت اللي هي ايه؟ رايحه له. يعني لو الرساله دي رايحه اربع تمانيات وبورت نمبر ساعتها هيبقى كام بقى؟ 53. يبقى اذا وطالعه مثلا ب 1024 من اي بي مثلا 192.168.1.1، ساعتها لو انا سالتك السوكت نمبر بتاع هذه الرساله كام؟ تقول السورس سوكت
واحد تسعة اتنين خمسة تمانية واحد واحد ألف أربعة وعشرين. الديستنيشن سوكت أربع تمانيات كامها 53. كل ما سيادتك تفتح سيشن على جهازك مع جهاز ما من جهازك لجهاز ما هيبقى فيه بقى سورس سوكت وديستنيشن ايه سوكت. وفي كوماند يقدر يعرفك جميع السيشن اللي مفتوحة من جهازك للجهاز للأجهزة اللي انت اتكلمت معاها. بصوا كده الكوماند ده اسمه ايه؟ نيت ستيت. نيت ستيت تعال نكتب كده ايه نيت ستيت ماينس ان. الجهاز ده فيه واي فاي مفتوح، ممكن تلاقي الجهاز ده عمال يعمل ابديت دلوقتي، او ممكن تلاقي ابلكيشن معين زي موتزيلا فايرفوكس ولا جوجل كروم عمال يعمل ابديت هو كمان ولا حاجه. فاذا اكيد على الجهاز ده في سيشنز مفتوحه مع اجهزه ما موجوده في الانترنت دلوقتي. طالما انت فتح تاكد، طالما فتح الواي فاي هتلاقي كميه رسائل طالعه او كميه رسائل داخله. طيب لو عايز تعرفها افتح السي ام دي او حتى الباور شيل مش فارقه واكتب الكوماند ده نيت ستيت. بص لو كتبت نيت ستيت بس بيجيب لك السيشنز اللي مفتوحه من نوع تي سي بي فقط. لو كتبت ماينس ان بيجيب لك التي سي بي واليو دي بي. ولسه هحط حروف تانية. بص حاليا دي سيشنز مفتوحه ما استابليش دي يبقى مفتوحه تمام. طيب ما بين جهازي اللي هو كام 10 ده كده ايه بقى ده كده السورس سوكت تمام. لاحظوا ان هو واخد في رينج ايه كده الافيرمال صح. الافيرمال اللي هو 49 قال فيرمال احنا قلنا يعني مؤقت عشان هو يا دوبك بيطلع راندوم لحد ما السيشن تتقفل وبعدين ايه يتشال خلاص ما بيبقاش ليه لازمه. بص واضح ان في سيشن مفتوحه دلوقتي مع مين انا ما اعرفش مين ده بقى. ممكن بقى يكون في موقع كنت انت فاتحه ولا ممكن تيم فيور. ممكن انت فاتح تيم فيور على طول عشان كونكت على جهاز هناك. فاحنا ممكن نعمل ايه ممكن ناخد الاي بي ده نعرف مين ده. بس خلي بالك ممكن يكون على الجهاز بتاعك حد زارع لك ابلكيشن. الابلكيشن ده مثلا يسجل كل كبيره وصغيره بتحصل على جهازك ويبعت نسخه منها على عنوان معين او ميل معين. فساعتها لما انت تكتب هذا الكوماند هتكتشف كل السيشن اللي مفتوحه من جهازك لاي جهاز خارجي في الانترنت او اي جهاز معاك في الشبكه صح كده. فممكن بطريقه زي كده تعرف ان في هاكينج سواء حصل عليك او تعرف مين مصدره. يعني افرض دلوقتي حد قدر ان هو يأتاك جهازي ويخش عليا يبقى هيبان لي هنا ان في سيشن مفتوحه معاه صح كده. او حد مثلا معايا في الشبكه زارع عندي برنامج عشان يتحكم فيا ريموتلي من غير ما انا احس. ساعتها لما هكتب الكوماند ده هيظهر لي كل السيشنز اللي ايه اللي مفتوحه ما بيني وما بين الاجهزه الثانيه. ممكن ناخد بقى احنا الاي بي ده كوبي لو انت بقى يعني مش عارف الاي بي ده بتاع ايه ونسيرش عنه مثلا. عقبال ما يحمل كده فين بص التاني ده. بص انت كل ما تزود حرف ماينس ان ده بيجيب لك التي سي بي واليو دي بي. في بقى حروف تانية لاحظ هنا ان هو جاب لك ايه جاي كاتب لك 4 4 3. في حروف تضيفها بدل ما يكتب لك 4 4 3 يكتب لك اتش تي تي بي اس يبقى ريحك. حاجه كمان هو انا اعرف انهي ابلكيشن على جهازي فاتح هذه السيشن. هل هو مثلا موتزيلا فايرفوكس اللي فاتح السيشن دي ولا جوجل كروم انا ما اعرفش صح كده. في حرف تزوده يوم جاي جايب لك اسم الابلكيشن اللي فاتح هذه السيشن. حتى انت لو كتبت نيت ستيت وقمت جاي كاتب له كويشن مارك هيجيب لك كل حرف بيعمل ايه. بص ان دي يعني عرض لي البورتات بارقامها مش باسمائها. طب في مثلا فين انا لقيت اهم ثلاثه البي والاو عشان كده انا حاططهم لك. في على فكره يعني انت لو دخلت على الماتيريال لو دخلته على الماتيريال هتلاقيني حاطط هنا فايل فين بس. بص الفايل ده نيت ستيت في ماينس ان وماينس بي وماينس او. ممكن في سطر واحد تحط ايه التلاتة ممكن تحطهم بالمنظر ده او بالمنظر ده تمام كده.
طيب انا لقيت افضل ثلاثة فيهم اما وهتلاقي في المذكرات اللي انا اعطيها لكم شرح كل واحد من دول بيعمل ايه بالظبط. خلينا طب نجرب اللي هو ايه اللي هو ده. بص بقى بيقول لك ايه هنا, بيقول لك ان السيشن في برنامج اسمه فيديو يو اي, ده ايه البرنامج ده انت مسطبه كروم جوجل كروم دلوقتي كروم. عشان احنا لسه فاتحينه. بيقول لك هو اللي فاتح السيشن ده, تيم فيور فاتح السيشن دي. بس بص تيم فيور فاتحها مع ايه, مع نفسه. ها لوب باك, لوب باك دي حاجه كده في البرمجه بقى بتاعه التيم فيور لوب باك, فمالناش دعوه بدول. احنا لينا ايه بقى الكروم. الكروم بص فاتح سيشن مع مين, مع 172 217 19 كذا وده كمان اهو. واضح بقى ان ده اي بي مثلا جوجل مثلا. يعني خليني اوريك سكرين شوت هنا, انتوا شايفين ولا مش شايفين؟ طب ما تيجوا كده ولا كده ولا اي حركه, انتوا صعبانين عليا. بصوا الصوره ديت, الصوره ديت واحد فاتح هنا ايه, فاتح هنا موقع سيسكو. اسوأ. انتوا تيجوا هنا كده. واحد فاتح هنا موقع, بص ركزوا معايا, فاتح جوجل, فاتح جوجل وفاتح سيسكو, يعني في سيشنز مفتوحه اهي. فكتب نت ستيت ماينس ان, جايب لك بقى واضح ان ده الاي بي اللوكال بتاع الجهاز, وده البورت نمبر العشوائي اللي تم اختياره, ودي اي بي. هتشوف بقى ده هو في حاجه هنا اتش تي تي بي, واضح ان الاتش تي تي بي ده واتش تي بي ده اللي هم 80 80 80 تمام. واضح ان دي سكرين شوت قديمه قوي من ايام ما كانوا دول شغالين ايه اتش تي بي. خلاص دلوقتي يعني ما تلاقيش حاجه, الحاجات نادره اللي لسه شغاله اتش تي تي بي. ها نرجع للبتاع اللي احنا نروح للاجنده تاني. يبقى احنا كده شفنا حتى الان خلصنا لير 4 بمشاكلها هي ولير ايه 7 وموضوع البورتات والسوكت نمبر والكلام ده كله. اوقف بقى الفيديو ده على كده ونخش على لير كام, لير 3.